إذن نوافق المصريين على التعديلات الدستورية زي طبعا ما سمعنا من خلال إعلان النتيجة من المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، نسبة الموافقة 88%، نسبة الحضور 44%. طبعا بكل المقاييس، وإحنا بنتكلم عن التجربة الديمقراطية، مشاركة المواطن المصري إنه يحس إنه دوره دور إيجابي ودور فعال لتكتمل الصورة. يمكن ده اللي قال عنه المستشار لاشين إبراهيم أثناء إعلان النتيجة، اللي اتكلم ان احنا تخطينا مرحلة بناء الدولة ودلوقتي بنتكلم في مرحلة ترسيخ الديمقراطية. ومن فترة بسيطة جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية للشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، وتحية تقدير وإعزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة. إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري، سيسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي. تحيا مصر، يحيا شعب مصر العظيم. لقراءة مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنتائج ودلالتها، هيساعدنا في ده أستاذنا أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، مشرفانا دكتورة رانيا. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية أستاذ أحمد، يعني تابعت طبعا الاستفتاء وصولا لإعلان النتيجة النهاردة، كان في توقعات وكان في بعض المشاهدات كده برؤية العين عن نسبة المشاركة على الرغم من دعوات المقاطعة وما إلى آخره. طب خلينا الأول أستأذنك، هنتابع جزء أو هنعيد مرة تانية جزء من إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات ونرجع مرة تانية لنقاشنا مع ضيوفنا. شعب مصر العظيم، لقد أسفرت إجراءات الاستفتاء عن مشاركة عدد 27,193,593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل عدد 61,344,503 ناخبا، وبذلك تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء 44.33%. وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 26,362,421 صوتا بنسبة 96.94%، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 831,172 صوتا بنسبة 3.6%. وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23,416,741 صوتا بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة، بينما بلغ عدد غير الموافقين على التعديلات الدستورية 2,945,680 صوتا بنسبة 11.17%. ده كان إعلان النتيجة، مرة تانية بنعيده على حضراتكم. أرجع لأستاذ أحمد، يعني كانت إيه توقعاتك أو رأيك أهم حاجة وقفت قدامها، يعني فيما يتعلق بنسبة المشاركة، اللي قالوا نعم في مقابل اللي قالوا لا؟ اسمحي لي الأول أتوجه بالتحية والشكر لحضرتك والدكتور خالد الحقيقة على التقديم الهائل اللي حضراتكم عملتوه قبل بداية عرض النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات. عملتم عرض هائل، يمكن السيد رئيس الجمهورية في كلمته المصريين عكس اللي احنا ممكن نقوله، إبهار العالم، وعي المصريين، وده اللي لازم نقف عنده. نسب الإقبال على التعديل الدستوري، الاستفتاء على التعديل الدستوري بالأرقام المعلن عنها دي بتدي دلالة مهمة جدا في ظل عدم وجود تنافسية عادة على مستوى العالم، وحتى في التجربة المصرية الاستفتاءات الدستورية مش بيبقى عليها الإقبال زي ما بيبقى فيه نوع من أنواع الانتخابات التنافسية، سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية. لكن لما بنشوف التعديل الدستوري ده وبنشوف الإقبال عليه بهذه النسب،
لازم نقف ونتفهم درجة الوعي عند المصريين اللي هي بتتصدى لكل دعاوي الإحباط واليأس اللي تم محاولة بثها من خلال هذا التنظيم الإرهابي ومجموعة العملاء سواء في الداخل أو في الخارج، ومحاولة التأثير على إرادة المصريين أو تزييفها. ممارسات لم تنقطع لم تتوقف، تزامنت حتى مع زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنت مع ضغوطات على المصريين في الداخل، تزامنت عبر حملات إعلامية ممنهجة في أضخم المواقع الدولية سواء CNN سواء الهيرالد تريبيون، حتى مراكز الأبحاث الدولية اللي ليها إصدارات دورية متخصصة زي السياسة الدولية على سبيل المثال زي الفورين بوليسي وزي حاجات زي كده، بتشوفي فيها معالجات بتندد بالتطور الديمقراطي وفكرة ترسيخ السلطة وفكرة السلطوية الشديدة اللي رايحة فيها الدولة المصرية. كل ده كان بيدار عبر شبكة إعلامية ممولة من تنظيم إخواني بيرعى من قبل دول بتحارب الدولة المصرية بالوكالة في الإقليم سواء قطر سواء تركيا. انت شايفة نفسك محطوطة زي ما حضرتك تفضلتي والدكتور خالد في التقديم، محطوطة في قلب محيط استراتيجي غاية في الالتهاب. النهاردة مصر بتشهد قمتين غاية في الأهمية في هذا الشأن، يمكن حضراتكم قلتم ان انتوا هتغطوهم بكرة، سواء القمة اللي هتتعلق بالشأن السوداني او القمة اللي بتتعلق بالشأن الليبي. وعي المصريين بكل اللي بيحصل حواليه ده لما تيجي النتيجة في هذا الإطار، لا انت بتقولي ان عندنا وعي مرتفع، بتقولي للعالم رسالة قوية ان هذا الشعب في ظهر هذه الدولة في ظهر هذا النظام السياسي اللي هو بيمارس سياسة خارجية استطاعت ان هي تفرض احترامها على العالم كله، استطاعت ان هي تستعيد فعالية دورها الاقليمي اللي منه بتستمد قوتها في التأثير كفاعل في النظام الدولي، وبتجعل كثير من دول العالم تغير سياساتها. في حد اشار حضرتك او الدكتور خالد مش متذكر لفكرة الاتصال اللي تم تقريبا دكتور خالد اتصال تم من ترامب الحفتر مباشرة، وتغير الموقف الادارة الامريكية من الشأن الليبي، تغير الموقف الفرنسي من الشأن الليبي، تغير السياسات في الاقليم تجاه بعض الدول اللي احنا كنا بنشوفها دول فاشلة سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في السودان. انت بترجعي كل ده لتطورات على الارض بفعل سياسات خارجية قوية بتمارسها الدولة المصرية جاية من اللي بيكسبوا المصريين من هذه المشاركة سواء بالتأييد او بالرفض. ده كل شكر المصريين اللي نزلوا الحقيقة، انما المصريين اللي نزلوا كانوا حريصين ان هم يتوافدوا على اللجان ويعبروا عن رأيهم ويثبتوا للعالم ان احنا بنمارس الحياة الديمقراطية حتى في بدايتنا حتى في تجربتنا واحنا بنبتديها من اول وجديد. احنا بنقول للعالم احنا واقفين في ظهر هذا النظام اللي بيحاول ان يعلم هذا الشعب او نتعلم معا كيف نمارس ديمقراطيتنا وفقا لخصوصيتنا احنا ووفقا لحاجات كتير جدا قد لا تنطبق مع معايير الديمقراطية الغربية اللي هم شايفينها من وجهة نظرهم مختلفة كتير عننا. نعم. طيب لو جينا نتوقف شوية قدام أطراف العملية الانتخابية، طبعا احنا لسه هنشوف بقى القراءة في توزيع الجغرافي المحافظات مين أكثر كثافة في التصويت، الكتل التصويتية، المرأة، الشباب وما إلى آخره. لكن يعني حضرتك طبعا عضو مجلس القومي للمرأة، والمرأة ركن أساسي في أي استحقاق انتخابي وفي أي حراك حتى مجتمعي على الأرض. دور المرأة المصرية إنها حركت الأسرة، حركت الشارع المصري، أنتوا تقييمكم إيه في المجلس؟ اولا هقول لحضرتك احنا بنبارك لكل الشعب المصري وبنبارك للدوله المصريه وبنبارك لعظيمات مصر، لان الحقيقه هذه التعديلات يعني بتقر وجود نسبه في تحت قبه البرلمان هتبقى لاول مره تصل لها المراه المصريه. احنا في هذا البرلمان عندنا 15%، ولكن بعد اقرار هذه النسبه هتوصل نسبه المراه المصريه الكوتا 25%، وطبعا ربما تزيد مع الفرد. وبالتالي يعني ده استحقاق ومكتسب جديد لصالح المراه المصريه ولصالح عظيمات مصر، فبنهنئ كافه عظيمات مصر في يعني انحاء الجمهوريه.
حضرتك المشهد الحقيقه كان لافت جدا، لان زي ما استاذ احمد تفضل ان يعني في الاستفتاءات دايما بيبقى النسب المشاركه بتكون اقل. فاللي احنا شفناه مرأة العين يعني بالنزول الميداني في الشارع وفي المدارس وفي بعض اللجان، الحقيقه كان مشهد يعني تاريخي، مشهد بيأكد قد ايه ان حصل وعي وحراك سياسي حقيقي، وحصل تمكين للمرأة، ويعني بدأت المرأة المصرية حتى البسيطة والمرأة في القرى وفي النجوع يعني تعي تماما ان لها صوت، وان لها انها كيان في هذه الدولة المصرية، وان صوتها له دلالة مؤثرة في يعني المشهد السياسي. وشفنا ده الحقيقة في كافة المحافظات، بعض المحافظات كمان كانت بتفاجئنا الحقيقة زي مرسى مطروح، وهي طبعا يعني لها طبيعة خاصة في، فالحقيقة كان نزول المرأة فيها بشكل كبير جدا. العريش وشمال سيناء رغم كل التحديات الأمنية وكل يعني ما يحيط بهذه المنطقة من ظروف خاصة جدا، ولكن كمان نزلت المرأة المصرية بكثافة، ومعانا عضوة في المجلس القومي المرأة الدكتورة سهام جبريل الحقيقة، وكانت توافينا أولا بأول ب يعني صور بعض اللجان ونزول المرأة المصرية والكثافة في حشد المرأة المصرية اللي كانت بتنزل بمحض إرادتها وبرغبتها للإدلاء بصوتها. بجانب ده كان في زي ما حضرتك قلتي المرأة اللي بتساند الرجال وتدعم الرجال من باقي أفراد الأسرة للنزول والمشاركة السياسية. فأصبح هناك وعي كبير جدا عند جموع الشعب المصري. الحقيقة أعتقد أن بعد أحداث 2011 وما مرينا به من ظروف كثيرة جدا وتحديات كبيرة جدا احنا مرينا بيها، اعتقد ان يعني حصل تغيير في الشخصية المصرية بكل المقاييس. ولكن لما نيجي نتكلم على الوعي السياسي، اعتقد ان حصل وعي سياسي حتى عند الرجل البسيط في الشارع المصري. هاخد من كلام حضرتك زيادة الوعي السياسي في الشارع المصري، لما نرجع استاذ احمد في نتائج التصويت ونقول ان نسبة الموافقة 88% مقابل 11% بالرفض، ودايما بنقول انه بغض النظر انت رايك ايه لكن لازم تحافظ على حقك وتنزل وتشارك، انه ما اقولش انا مش موافق فانا هتجاهل هذه العمليه وهكتفي برفضي واقعد في البيت واقاطع. دلاله النسب دي وانه ليا حق في واجب انزل اقول، انا بقول نعم بقول لا بس انا موجود جزء فعل في المشهد. بالفعل هقول لحضرتك النقطة دي، بس اسمحي لي في النقطة الأولانية بس أضيف على اللي تفضلت بيه دكتورة رانيا يحيى وقالته، أنك أنت السنة دي إحنا 100 عام على مئوية تحرير المرأة المصرية، من 1919 ل 2019 إحنا بنحتفل ب 100 عام على تحرير المرأة المصرية. المرأة المصرية تاريخ طويل من الكفاح على أرض هذا الوطن. المرأة المصرية كان لها دور فاعل في كل الحروب اللي الدولة المصرية خاضتها، حروب التحرير من 1956 ل 1973. المرأة المصرية كان لها دور في الكفاح الوطني في القوات المصرية اللي كانت والقوات الشعبية اللي كانت بتكافح محاولات الاحتلال سواء في الإسماعيلية أو في سيناء. المرأة المصرية لم تقصر في حق هذا الوطن نهائيا، وابتدى يتبلور دور المجلس القومي للمرأة اللي أشارت لي زميلتي العزيزة أنك أنت بتحصدي النهاردة سياسات هذا المجلس بدءا من رعيله الأول ورموزه زي دكتورة فرخندة حسن، انتهاءا برئيس المجلس النهاردة دكتورة مايا مرسي، أنك بتتكلمي على برامج المصريين محتاجين يتعرفوا على نشاط هذا المجلس أكتر، يتعرفوا عن أن هذا المجلس على أرض الواقع منتشر في ربوع الدولة المصرية بيحاول أن هو ينشر هذا الوعي. وبالتالي مش غريب النهاردة أن احنا بنشوف على أرض الواقع هذا الأداء الفاعل والفعال لنصف المجتمع. على فكرة لو احنا بنتكلم على 61 مليون ليهم حق التصويت تقريبا، انت بتتكلمي على 50% و50% 50% ذكور و50% إناث، يعني نص بالنص تقريبا. فانت بتتحدثي عن نصف المجتمع، وحتى في التوزيع السكاني العادي انت النسبة تكاد تقترب النهاردة 50% و50%، فمش كتلة لا يستهان بيها، مش كتير مش كتير على المرأة المصرية. ده بالعكس انت هذا الامر يتطلب ان هي تكون متواجده، خصوصا المتغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري تقتضي ده، تقتضي انك تضمن لها هذه الحصانه. متغيرات جت مع فتره ظلاميه طويله مرينا بيها في الفتره البترودولاريه وما جلبته من مخلفات ثقافيه متراكمه ادت الى اجهاض عديد من المشروعات التنمويه للمراه المصريه. فبالتالي انت محتاجه هذا الضمان من قبل الدوله،
لهذه المراه من اجل ان تتبوأ المكان اللائق بها مستقبلا. لما حضرتك بتتكلمي على الوعي عند المصريين، اللي كان عايز يقول ينزل يقول واللي عايز يقول لا ينزل يقول لا، ولما نعرف حجم اللا ده مهم جدا. ما هي دي اللي بتكلم فيها، ان لا نزل وقال لا، مش احتفظ برفضه ده لنفسه. ليه؟ لان هو ده بيبقى دلاله قدام اي نظام سياسي عشان يقدر يتعرف على حجم الرافضين السياسات. وبعدين خلي بال حضرتك، مش معنى ال11% دول ان احنا ناخدهم على بعضهم ان هم رافضين للنظام ككل. خلي بال حضرتك ان في ناس كانت بتقول انا عايزه الماده دي ومش عايزه الماده دي، وفي ناس بنت مواقف مختلفه من هنا ومن هنا. بس المهم المجمل ان انا عندي 11% من، وانا مش بستفتى على ماده يعني بالزبط. المجمل فعندي 11% عندهم درجه من عدم الرضا قضيت بيهم الى ان هم رفض هذه التعديلات. ما اقدرش اقول ده رفض لشكل النظام السياسي، يعني ما اقدرش اسحب ده على رفض النظام السياسي. ممكن يكون رفض للتعديلات، رفض لبعض بنود التعديلات، رفض لبعض مواد التعديلات، لكن مش موقف من النظام السياسي ككل. يعني في ناس رفض بعض مواد التعديلات لكنها لا تعاني من إشكالية مع استمرار النظام السياسي، هي بس عندها تحفظات على بعض المواد هي مش موافقة عليها. فبالعكس ان المصريين كانوا حريصين على التواجد امام اللجان، ده كانت الرساله زي ما قلت لحضرتك، الرساله الاهم والاقوى. احنا بنثبت للعالم ان احنا دوله عندنا المؤيدين وعندنا المعارضين متواجدين امام اللجان بيطلب اصواتهم بحريه كامله في ظل من الشفافيه المطلقه، في ظل لجان مراقبه دوليه، في ظل لجان مراقبه من الامم المتحده ومن الاتحاد الافريقي ومن جامعه الدول العربيه ومن كافه منظمات المجتمع المدني المصرح لها بالعمل من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات. وبالتالي الفرصه كانت متاحه امام الجميع للرصد والمتابعه على ارض الواقع. ودي التجربه المصريه الوليده، احنا بنتعلم، لكن احنا في نفس الوقت واحنا بنتعلم بناخد دروس، بنقدر نقف على حجم هذه الكتله، بنحاول نتعرف على اشكالياتها، بنشوف ايه نقط اللي هي كانت عندها نوع من انواع الحزازيه. لو قدرنا ندرس هذه النسبه ونتعرف على اتجاهاتها في المستقبل ده مهم جدا عشان نقدر نتعرف على اسباب حساسيتها تجاه هذه التعديلات، نحاول التلاقي معاها، نحاول الحوار معاها، ده امر مهم جدا لصالح المجتمع. راي حضرتك وراي دكتوره رانيا في الشباب، الشباب كان متغير مهم جدا وواضح في الاستفتاء المره دي. المراه، واحنا بنتكلم على دور المراه، الفتيات البنات الصغيرين يعني 18 وما فوق، كنا شايفينهم كمان في مجموعات الحقيقة. وفي اجواء ايجابيه كده، والشباب يعني برضو من الذكور، ازاي رصدين ده في ظل احنا كنا بقالنا سنين بنقول زوف الشباب عن المشاركه السياسيه، الدوله مش قادره توصل للشباب، مش قادره تكلمهم او تخاطبهم. دلوقتي التغيير ده حضرتك لمساه وشايفاه ازاي؟ شايفة أن ده بالفعل زي ما حضرتك أشرتي موجود بالفعل على الأرض، وده شفناه يعني بنزول ميداني في بعض اللجان، كمان المساعدة والمساندة لكبار السن ولذوي الإعاقة من خلال الشباب. صحيح بالضبط. فدي الحقيقة كمان كان شيء لافت جدا، أن هم يعني في روح إنسانية نبيلة موجودة عند الشباب والفتيات يعني لمساندة كبار السن وذوي الإعاقة. أعتقد أن النسب إن شاء الله كمان بعد الإفصاح عن النسب ونزول المرأة والشباب، أعتقد ده هيبين لنا المشهد بشكل مفصل أكتر من كده. ولكن اللي احنا شايفينه الحقيقة أن في أصبح بقى في وعي حتى عند الشباب، واعتقادي أن كمان توجه الدولة للشباب ودعم الشباب من خلال عمل الشباب من 2016 ومؤتمرات الشباب اللي بشكل يعني دوري، والاهتمام بملف الشباب بشكل كبير جدا، وما تلا بعد كده عامل المرأة المصرية في 2017 ومن بعد وذوي الإعاقة، واعتقد لأول مرة كمان النسب الكبيرة اللي نازلة من ذوي الإعاقة وكبار السن، يعني الناس اللي تجاوز عمرها 90 وفيما فوق، يعني اعتقد كان الاحتياجات الخاصة الدولة اهتمت بيهم بشكل كبير بالزبط. وحتى في الاستفتاء و2018 كان عام لذوي الإعاقة. انا يعني اعتقد ان هذه الكتل اصبحت دلوقتي فيه اهتمام ورعاية، وهذه الكتل تشعر بقى كان واضح في التصويت. استاذ احمد، برضو الشباب كرقم مهم في المعادلة، ودايما بنقول ان الشباب، احنا مجتمع شاب وبنعمل التعديلات دي، واي حاجة بتحصل في البلد للمستقبل، ومستقبل هم الشباب. دور الشباب، الشباب شايفه ازاي؟ حضرتك تحددي لي الفئة العمرية المقصود بيها الكلاستر بتاع الشباب. حضرتك تحددي لي التعريف بتاع الشاب اللي حضرتك بتتكلمي عليه هو مين؟ هل هو الشاب المنغلق اللي عايش في عالم
اللي حابس نفسه فيه في الفضاء الالكتروني الفضاء الافتراضي، ولا بتكلميني على الشاب اللي هو بيشتغل على الارض في المشروعات التنمويه والبناء والتنميه لهذه الدوله، ولا بتكلميني عن الشباب اللي ليه اخوه في هذا الوطن بيقدموا ارواحهم ويقدموا اطرافهم ويسقطوا مصابين وضحايا في حربنا ومكافحتنا للإرهاب ومجابهتنا للتطرف. فلو هنتكلم عن الشباب، أنا حابب إن إحنا نبعد عن هذه، ما نعممش زي ما حضرتك قلت بالمقدمة دي بالضبط، يعني إن إحنا ما نتجرش معهم للمساحة دي وما ننجذبش للمساحة دي، وإن إحنا نبقى مبادرين زي ما حصل المرة دي. إحنا أسكتنا وممكن نكون فوتنا الفرصة إن إحنا شفنا شبابنا الواعي، شبابنا اللي هو حريص إن هو يكون متواجد أمام اللجان، فوت الفرصة على ده من كافة الطبقات. الغريب بقى إنك أنت ابتديتي تشوفي نغمة تانية، إن طب ما هو ده طبيعة المجتمع المصري. هو أنت عايز تنسى المجتمع المصري فيه عمال وفيه فلاحين وفيه بسطاء وفيه طبعا في كلاس تنوع. A وفي كلاس صحيح. B وفي كلاس C مجتمع متنوع مش كده؟ انت ليه بتتريق على البسطاء وليه بتتريق على الغلابة وليه بتتريق على الفلاحين اللي رايحين يضرب أصواتهم وليه بتتريق على المزارع اللي رايح وليه بتتريق على العام؟ ده هم النسبة الأكبر. ما هو ده القطاع الأعظم من المجتمع. هو مش ذنبه انك انت يعني عايش في ليفل معين عايش في مستوى معين وعايش على التليفون بتاعك وعايش في العالم الافتراضي بتاعك، فمتخيل ان الشباب كله زيك. لا، في شاب بيكافح وبيشتغل ومدرك ان هذا الوطن يقيم من المشروعات اللي هو بيتفاعل معها اللي هو بيشتغل فيها اللي شايف فيها مستقبل انت مش شايفه وانت عايش منغلق ما بتقراش غير كل ما يبص لك الاحباط والياس وانت مش قادر تشوف غير كل ما هو اسود فيه مستقبل هذا الوطن. كونك انت منساق خلف هذه الدعايه الرماديه والسوداء من هذه من هذا التنظيم الارهابي ومن اتباعه ومن اعلامه اللي بيبص كل السموم تجاه الدوله المصريه وتجاه التحكم واداره العقل المصري خصوصا في فئه الشباب بادواته ووسائل اعلامه المختلفه، كونك كده لازم تدور على اليات مختلفه، خصوصا ان الدوله ابتدت تفتح لك الباب كما تفضلت الدكتوره رانيا واشارت. بقى عندك مؤتمرات شباب، بقى عندك وزاره شباب حريصه ان هي تقيم معاك علاقات مباشره، بقى عندك وزاره ثقافه حريصه ان هي توفر خدمات للشباب ولقطاعات الشباب التنمويه وتدريبيه مهمه جدا. لو انت مصر على هذا النوع من العلاقه انت اللي هتفضل منغلق ومش هتقدر تشوف ابعد من المساحه اللي انت عايش فيها، وهيبقى المجتمع كله بيجري في مساحه وانت ثابت نفسك في منطقه مقفوله عليك. دكتوره رانيا، خلينا بس عشان برضو احنا لازم نتكلم على تصويت المصريين في الخارج، لان هم ادونا دلاله في الاول او مؤشر ينعكس على تصويت الداخل. المصريين في الخارج الحقيقه يعني ليهم دور كبير جدا، وده شفناه كمان في الاستحقاقات اللي فاتت، وشفنا في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت وفي الاستحقاقات ان كان للمراه المصريه دور كبير جدا وكان للمصريين في الخارج ادوار عديده. والحقيقه كمان لازم نشكر السيده سفيره نبيله مكرم على الدور الكبير اللي بتقوم بيه وزاره الهجره مع المصريين في الخارج والمتابعه الدقيقه والحثيثه جدا طوال الوقت في ملف المصريين بالخارج. ولازم نبقى عارفين ان هؤلاء المصريين يعني عندهم الولاء والانتماء لهذا الوطن، ربما هم يعني بعيدين جغرافيا ولكن القرب الحس يعني الولاء اللي موجود جواهم يعني لا ينقطع. وزي ما بنقول اللي شرب من نيل مصر وتربى على ارض مصر اعتقد ان يعني احنا عندنا طبيعه مختلفه وشخصيه المصريين دايما مختلفه ودايما عندها النزعه الوطنيه والنزعه يعني الترابط مع ارضنا. وزي ما بنقول دايما الأرض عرض، إحنا بالنسبة لنا يعني حتة من أرضنا دي يعني شرف بالنسبة لنا. والمصريين في الخارج دايما الحقيقة بيبقوا مثال يحتزى بيه، وفي كافة الاستحقاقات اللي فاتت شفنا ده وكانوا خير نموذج مشرف للدولة المصرية. ونتمنى إن هم دائما كل مصري في الخارج يكون سفير لبلده في الدولة اللي هو موجود فيها، لأن ده إشارة مهمة جدا ومحتاجين إن إحنا نستعيد هؤلاء ويبقى فيه ليهم استثمارات. وده كان في كمان المؤتمر كانت عمل ما بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الهجرة اللي هو مصر تستطيع،
وكان الحقيقة كان يعني حصل من خلاله مبادرات مهمة جدا ومشاركات من خلال المرأة المصرية في الخارج واستثمارات عديدة يعني قدرنا ان احنا نقدر ان احنا نحققها. هذا المكتسب اعتقد ان هو مكتسب مهم وضروري جدا لصالح الدولة المصرية في ظل يعني مرحلة البناء والتنمية والنهضة اللي احنا مرينا بيها واللي احنا الدولة المصرية قادرة ان هي تقوم بيها. فده استكمال لما بدأ خلال الفترة اللي فاتت ولابد ان هو يتحقق ان شاء الله. فاحنا يعني سعداء بما يتحقق على ارض الواقع ويعني انجاز جديد لصالح الدولة المصرية. طيب في النقطة دي استاذ احمد عايز اخد حضرتك كنا بنتكلم على الدروس المستفادة او ازاي نستثمر يعني واحنا قريتنا للنتائج بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج وحضرتك اشرت انه في مؤامرات من الداخل وفي مؤامرات من الخارج ودايما بنقول المصريين برا هم خط الدفاع الاول عن الدولة وانه يبقى هم في يعني قوة ضربة أو أستثمرهم يبقى في لوبي مصري يبقى في تنسيق ما بين كل الجاليات المصرية برا يعني للحضور عن الدولة المصرية للدفاع عن الدولة المصرية خاصة هم عمرهم ما خذلوا أبدا بلدنا في أي استحقاق أو في أي زيارة للرئيس أو أي تحرك برا بيكونوا هم موجودين في صدارة المشهد. في مفهوم الأمن القومي للدولة يا فندم في حاجة اسمها عناصر القوة الشاملة. من عناصر القوة الشاملة بتاعت الدولة العنصر البشري أو العنصر السكاني. العنصر السكاني ده تلحمه سواء في الداخل او في الخارج هو اللي بيقود المشهد اللي حضرتك بتشوفيه النهارده. طب العنصر البشري ده كان فين قبل كده؟ العنصر البشري ده قبل 2011 كان تايه مفيش اي نوع من انواع التواصل معاه. صحيح. الفتره من 2011 لفتره 2013 شهد اسوأ فترات علاقته بوطنه واسوأ علاقات يعني علاقته بالدولة اللي هو عايش فيها قمة الإهانة ليه قمة لأن المصريين لازم يفتكروا الزيارات الخارجية المضحكة اللي تمت سواء في ألمانيا في جنوب أفريقيا في السودان في الهند في باكستان في الصين زيارات مضحكة كانت بتتم لرأس النظام السياسي المصري المفترض في هذا التوقيت والساعة لازم نفتكر الكلام ده علشان المصريين ما ينسوش شكل النظام السياسي المصري ويراعي المصري في الخارج في هذا التوقيت كيف كان يشعر. فأنت بتتكلمي على مصري حس بعد 30 يونيو أن هذه الدولة بتعود بترسخ مؤسساتها مرة تانية لأن احنا خدنا فترة ولاية السيد الرئيس الأولى في إعادة تثبيت مؤسسات الدولة إعادة ترسيخ مؤسسات الدولة وبالمناسبة كل التعديلات الدستورية واللي كان مقاطع واللي كان ما بيعترفش ب 30 يونيو وما بعدها فكانت طبعا فترة صعبة قوي. وخلي بال حضرتك كل التعديلات الدستورية اللي تمت في باب نظام الحكم ما فيش حاجة في أي لا في حريات ولا في رأي ولا في أي حاجة كلها في باب نظام الحكم لإعادة تنظيم وعلاقة السلطات ببعضها بالضبط إعادة تنظيم شكل نظام الحكم. فالمصري بره لما ابتدى يشوف دولته بتقف على رجليها نركز شوية ونشوف والمصريين يفتكروا بقى جوه عدد الزيارات الخارجية اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخارج خلال فترة ولايته الأولى وخلال فترة ولايته الثانية حتى هذه اللحظة علشان يقدروا يتفهموا ماذا أفادتنا هذه الزيارات. أفادت في إعطاء قوة للجاليات المصرية في الخارج لأن كل ما النظام بيبقى قوي ويقوم علاقات على أساس قوي وعلاقات على أساس استراتيجي مع الأنظمة الحاكمة في الدول التانية كل ده ما بيرسخ ويفيد الجاليات المصرية المتواجدة هناك. وتشوف إزاي بتتحرك وزارة الخارجية بقيادة معالي وزير الخارجية سامح شكري ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج برعاية معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم ورعايتهم للجاليات المصرية في الخارج وتقديمهم كل العون والدعم ليهم وتواجد السفيرة نبيلة مكرم الدائم في كل مناسبات أي حادث أي أزل أي مصري بتكون متواجدة على رأس المصريين هناك. إذن أنت بتتكلمي عن إدارة مختلفة لملف المصريين في الخارج خلى الرابط أقوى وخلى فكرة العنصر البشري كأحد عناصر القوة الشاملة للدولة يعود تاني ليكتسب أهميته في ميزان قوة الدولة المصرية وما يبقاش أمر يتراجع أو أمر يكون من عوامل الضعف كعنصر من عناصر قوة الدولة المصرية. تمام. اسمحوا لنا هنطلع لفاصل فاصل سريع ونرجع مرة تانية لضيوفنا ونكمل نقاشنا مع حضراتكم. ما
بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبالفعل تم إقرارها وفقا طبعا للنسبة اللي شاركت واللي قالت نعم 88%. بنحاول نقرأ مع حضراتكم دلالة هذه الأيام، أيام التصويت، دلالة النسب اللي خرجت بيها النتيجة. بنتكلم كمان على بكرة، على المستقبل، على المرحلة المقبلة إن شاء الله. وقت الفاصل كنا يعني زمايلي بيقولوا لي، وفي بعض الصور كده اللي بيتم تداولها والفيديوهات بعد النتيجة، بقى الناس زي ما كانت واقفة قدام اللجان بالفرحة وبعلم مصر وبالأناشيد الوطنية، المظاهر دي لسه موجودة معانا على الرغم بقى يعني اللي اتقال يتقال، يقول لك يعني اللي بيرقص قدام اللجان ايه ده خرق للصمت الانتخابي. وانا فاهم الكلام ده والمعايير الدولية بتقول ايه والعالم بيقول ايه، لكن زي ما كان أستاذ أحمد بيتكلم من شوية، في ثقافة ما يعني ثقافة شعب، في خصوصية، تنقل ده ازاي للخارج؟ ممكن كمان تكون وحضرتك تقول لي برضو نوع من المقايدة السياسية، يعني الناس حتى النهاردة بعد إعلان النتيجة أدي يعني صور وفيديوهات ميدان عابدين وميدان التحرير. معنا أخ شقيق من السودان. أيوة كان إحنا كنا بنتفرج على الفيديوهات دي من شوية. ده مهم جدا طبعا. يا ريت هيجي دلوقتي. يعني الإحساس جميل والفرحة حلوة والمصريين متفائلين ببكرة، حاسين إن هم عدوا مشوار طويل واستحملوا وعايزين اللي جاي يبقى أفضل وأفضل، عايزين استقرار، عايزين مستقبل أولادهم. فلو نتكلم في النقطة دي وابتدي معاك يا دكتورة رانيا، لأنه إحنا مش هنقفل صفحة وانتهى الموضوع، لكن لسه الكتاب مفتوح. إحنا بنبدأ أو بنكمل، خلينا نقول بنكمل مش بنبدأ، بس يعني هي مرحلة جديدة بنبدأها مع إقرار هذه التعديلات. وطبعا المستقبل إن شاء الله بإذن الله هيحمل الكثير بإذن الله لصالح الدولة المصرية، لأن يعني في بعض المواد اللي تم الإقرار عليها وفقا لهذا الاستفتاء يعني هتحمل تغيير إلى حد ما، يعني وجود نواب لسيادة الرئيس، الكوتة بتاعت المرأة ومجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ بقى، يعني هيبقى في بعض التغييرات في المشهد السياسي لصالح المرأة، لصالح الدولة المصرية. انا عشان دايما بنتكلم على كتير يعني انا عايزه اقول لحضرتك الحقيقه ان سر قوه هذا الاستفتاء في اعتقادي هي المراه المصريه. يعني زي ما اذهلت العالم المراه المصريه في كافه الاستحقاقات اللي فاتت، وكانت يعني نزولها كان نزول مشرف جدا، وكانت دايما يعني تبهرنا بنزولها وبوقوفها امام كافه لجان الاستفتاءات، فكمان في هذا الاستفتاء الحقيقه كان نزول المراه المصريه والاعداد والكثافه الحقيقيه يعني من المراه المصريه الحقيقه كان مشهد بديع. طيب نستثمر ده والمجلس القومي للمرأة زي ما ابتدى واشتغل وبقى تواجده ملموس على الأرض، إزاي نعظم هذا الدور؟ إزاي نستثمره أفضل في الفترة اللي جاية؟ والمكاسب دي كمان إنه أوصلها للشارع، أوصلها للمرأة، يبقى حالة الحراك دي مستمر. إحنا الوعي حضرتك بالنسبة للمجلس القومي للمرأة مستمر، وعندنا حملات عديدة بيقوم بها المجلس القومي للمرأة، وعندنا حملة طرق الأبواب اللي مستمرة طول الوقت. وكان عندنا قبل الاستفتاء كانت حملة صوتك لمصر بكرة، الحملة اللي إحنا بنتكلم فيها دايما على أهمية النزول والمشاركة السياسية من المرأة المصرية، وأهمية الإدلاء بالصوت الانتخابي في أي من استحقاقات هذا الوطن. حملة طرق الأبواب الحقيقة هي فيها توعية كبيرة جدا للمرأة في القرى وفي النجوع، لأن هذه الحملة بتصل للسيدة لغاية باب بيتها، بالإضافة لكافة فروع المجلس القومي للمرأة. زي ما أستاذ أحمد أشار في بداية الحلقة أن المجلس عنده 27 فرع في 27 محافظة، فإحنا بنقدر أن إحنا نتواصل مع كافة محافظات الجمهورية مع المرأة المصرية. عندنا كمان حملات، حملة زي لأني رجل، لأنها حملة بتخاطب الرجل لمساندة ودعم المرأة المصرية. لأني رجل، لأني رجل، لأني رجل، فدي حملات كمان بتوجه. لأني رجل إيه بقى؟ دي خاصة للرجل. بنوجه رسالة للرجل لمساعدة ومساندة المرأة المصرية، فلأنه رجل يساعد ويساند ويكون دائما في خلف المرأة، رجولتك في مساعدتك، في انك تكون فعال في الأسرة، في انك تسيبش الشيلة على الست. بالضبط كده. أستاذ أحمد المستقبل. لا احنا المستقبل يبتدي من التوقيت الحديث والمعاصر والمباشر اللي احنا فيه. أيوة. ويستمر في المستقبل المنظور. خلوا بالكم يا مصريين، اللي حصل من 2011 في المنطقة العربية لازم يبقى قدام عينيكم، محاولة احيائه مرة تانية قدام عينيكم، لازم تتفهموا ان اللي عملوه في 2011 يعني بالبلدي كده غفلونا. لا المرة دي في نوبة صحيان وفي عمل مؤسسي بيتم، والدولة المصرية صحية جدا،
ومستوعبة لكل محيطها الاستراتيجي، وقادرة تتفاعل مؤسساتيا بآلية أمام العالم لا يمكن اختراقها ولا يمكن عدم احترامها، وبتتفاعل وفقا للمنظمات الإقليمية التي يمكن أن تتحدث من خلالها بحضورها وبحضور الدول المشاركة والدول التي يمكن أن تكون لها اهتمام بالقضايا التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي والأمن القومي الأفريقي. لما بنتكلم على السودان وبنتكلم على ليبيا، احنا شايفين الدولة المصرية بتستحضر في المشهد مباشرة مجموعة الدول المتشاركة في المصالح المشتركة مع كلا الدولتين، مع السودان ومع ليبيا، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. بنجبر العالم كله ان هو يحترم الإرادة الإفريقية، يحترم الإرادة المصرية، يحترم ان هناك دولة تقود وفاعلة في هذا الإقليم. وبالتالي انتبهوا يا مصريين، لا تضحوا بهذا الوطن، لأن هذا الوطن كان مقدرا له في هذه اللحظة أن لا يكون متواجدا، وأن لا يكون العبث هو السائد في هذا الإقليم وفي هذا الوطن وفي القارة الإفريقية. لولاكم في 30 يونيو، لولا هذا الشعب المصري العظيم، ولولا ما أنجزوا في خلال السنوات الماضية من استحقاقات وإصراره على نصرة هذا الوطن، ما استطاعت القيادة السياسية أن تحقق ما تحققه حتى هذه اللحظة من نجاحات. حافظوا على الوطن، استمروا في دعم الوطن بكل آلياتكم، عبروا عن آرائكم، ولكن لا تختلفوا على الوطن. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وشكر طبعا للدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. شكرا لوجودكم معنا النهاردة. يعني احنا كده وصلنا لنهاية تغطيتنا. احنا حاولنا على مدار الأيام اللي فاتت من يوم الخميس اللي فات ولغاية النهاردة، كانت حلقات خاصة وحلقات ممتدة علشان نتابع معاكم لحظة بلحظة، نتكلم على طبيعة المواد اللي هيستفتى عليها الشعب المصري، نتكلم على الإجراءات ونطمنكم ونقولكم على المستوى القانوني وعلى المستوى الدستوري ايه اللي بيحصل بالظبط، وصولا لدعوة الناخبين للاقتراع والإدلاء بصوتهم. كنا بنحاول ان احنا نكون قد المسؤولية، لانها مسؤولية كبيرة جدا بتلقى على عاتق وسائل الاعلام، انه على قد ما المواطن المصري اثبت فعاليته واثبت وعيه، وبعد كده احنا مش هنقول بعد كده انزلوا وشاركوا، يعني خلاص انا حسينا انه لا، بنتحلى بمسؤوليه ووعي سياسي وثقافه سياسيه بدات تنضج يوم بعد يوم. وكانت المشاركه دي بهذه النسبه يمكن اكبر وخير دليل وبرهان على اللي احنا بنقوله. على كل الاحوال نتمنى ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم يعني جرعه محترمه، نحاول نقول لكم إيه اللي بيحصل في الشارع المصري لحظة بلحظة، تغطية يعني شاركنا فيها عدد كبير، مش بس إحنا قدام الكاميرا أنا أو خالد، لكن فريق من الإعداد والمخرجين والفنيين والمراسلين، عمرو عبد الحميد، مليكة، مروة عاطف، عماد عدلي وغيرهم كتير، أنا مش عايزة أنسى حد، لكن ليهم كل التحية والتقدير، كانوا على الأرض لحظة بلحظة قدام اللجام ساعات طويلة. شكر للكل، شكر للهيئة الوطنية للانتخابات، للقوات المسلحة، للشرطة، اللي أدوا دورهم في تأمين الشعب المصري، في مساعدة الشعب المصري، المرأة المصرية، الشباب، الأطفال، الكبار، ذوي الاحتياجات الخاصة. هقول إيه ولا إيه، كان مشهد رائع واحتفالية، على قد ما هو استفتاء، لكن دايما أنا بحب يعني أستخدم مصطلح إنها احتفالية في حب مصر. يعني إحنا بنتسابق كده وبنتنافس، إحنا بنقول إحنا بنحب بلدنا، خايفين على مستقبل بلدنا، بتقول نعم بتقول لا، لكن المشاركة السياسية، العملية الديمقراطية اللي عايزينها تترسخ، وعايزين هذه الثقافة تكون واعية وتكون حاضرة مش بس في الداخل، لكن انت بتنقل رسالة كمان للخارج ان الشعب المصري ده قادر على التغيير، مش بس ان هو يغير على الارض بحراك ثوري، لكن بيغير من خلال صناديق الاقتراع. الشعب المصري هو المصدر الحقيقي للسلطات. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة، واشكر ضيوفي مرة ثانية استاذ احمد دكتورة رانيا، شرفتونا ونورتونا، ولسه احنا عندنا داخلين على انتخابات برلمانية ومحليات الاخر لسه شيوخ كمان، يعني الحاله دي جميله، يعني بتصحصح وبتخلينا نحس ان البلد دي بتتقدم لقدام بينا بالمواطن المصري. بكره ان شاء الله هنعود لقواعدنا سالمين، وهنرجع في ميعادنا المعتاد هنا في الحياه اليوم. اشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.